وقال سيرغي غايداي حاكم مقاطعة لوغانسك للجزيرة إن تحرير المقاطعة وضواحيها من القوات الروسية لم يبدأ بعد، وبأن عمليات التحرير ستنطلق قريبا وفق قوله. تحرير لوغانسك وضواحيها لم يبدأ بعد وسيبدأ في أقرب وقت، وسنصل إلى لوغانسك ونحررها من المحتل الروسي. بعد تحرير ليمان هناك على الجانب الآخر من النهر ضواحي لوغانسك، وقريبا سترون الهجمة العكسية لتحريرها. وقال النائب الأول لمقاطعة خاركيف رومان سيمينوخا للجزيرة إن قوات بلاده سيطرت على مواقع جديدة قرب الحدود الروسية وتحاول طرد القوات الروسية من كوبيانسك. القوات الأوكرانية تحاول طرد القوات الروسية من كوبينسك، ونعتقد أن جبهة المعارك سوف تحرر، وسنستمر بالتقدم حتى نخرج القوات الروسية إلى الحدود الإدارية مع روسيا، وسنحرر كل ضواحي خاركيف من المحتل الروسي.